إشبيليا وملقا مباراة كبيرة، وفاز إشبيليا 5-3. المريا ومايوركا أيضا مباراة كبيرة وانتهت 4-3. بالأمس إيفرس رقم 14، زيسكو مونيوز رقم 19، وبايردو رقم 6، وفي الأمام اثنين خوانلو رقم 20 وكايسيدو. هذه رونالدو، الهدف الأول يضيع من كريم، الهدف الأول يضيع من كريم بنزيما في أول لحظة، في أول دقيقة، في الدقيقة الثانية فقط من عمر المباراة. كريستيانو وبنزيما، وهجمة روعة. هذه الأولى من ماريا، وبالكعب من رونالدو، وأمام المرمى كريم بنزيما، لكن يضع فيها وجه القدم. توقعوا هذا المركز لليفانتي قبل الموسم، وخاصة بالنظر أن هناك أندية كبيرة أخرى بتعاني عندما يخرج في فورم وملقى آدي الكورة. نترك كل ذلك، بنزيما، الريال ناوي، الريال ناوي على التسجيل. بنزيما كريم، وهدف سليم، هدف عظيم. بنزيما يتقدم، يعوض الفرصة اللي أضاعها في الدقيقة الثانية. لم ينتظر طويلا، في الدقيقة السادسة فقط وبعد 4 دقائق فقط من إضاعة الفرصة أمام المرمى، يعود كريم بنزيما وبمجهود فردي رائع، يمر يغربل الدفاع، يراوغ الكل، يتلاعب المدافعين ويطلق صاروخ، صاروخ. هذا المرور الرائع، رائع كريم بنزيما في مواجهة تشافي توريس، مر من الأول، عاد إليه تشافي توريس من وسط الملعب. هذا رقم 14 تشافي، مر منه بمهارة كبيرة جدا، ثم في الزاوية الضيقة في زاوية الحارس الأوروغواياني مونوا، يعوض ما أضاعه ويسجل هدف. اللي تدخل في الاحتكاك اللي حصل، مشاجرة، الخناقة اللي حصل، تواجد نفسه على الأرض، والكل تألم الحقيقة لهذا المشهد. رونالدو، لا يوجد خطأ، رونالدو ينفرد، رونالدو، وتاني الكرة، والتاني قريب. مسعود مرة أخرى يعود، مسعود أوزيل، يتعلق أوزيل ويسجل هدف جميل. لكن الصناعة لمن؟ الصناعة للسي آر 7، الصناعة لكريستيانو، نجم زمانه. كريستيانو يمر، يتألق، يعترض المدرب لويس جارسيا على وجود خطأ، لكن الحكم لم يحتسب شيء، لم نسمع صفارة، كريستيانو لم يسمع صفارة الحكم التي لم توجد أصلا. هذه الكرة والاحتكاك، الحكم لم يحتسب شيء، ورونالدو انفرد ومرر هدية، هدية لأوزيل اللي مرة أخرى يتلاعب بالدفاع ويفحص زوايا المرمى بمنتهى الهدوء، وبالقدم اليسرى مسعود يسجل هدف ثاني في شباك ليفانتي. شكلها حفلة، شكله مهرجان أهداف. 2-0 في أول، وقد لا يكمل الحفلة حتى النهاية، قد لا يكمل الحفلة حتى النهاية. هذه الكرة عرضية الثاني، فرصة لكن تضيع، ومنوع يرتبك، وحكم اللقاء ماذا؟ رورا في مكان رائع جدا، وتتلعب الكرة، ومنوع تألق، يطير منوع ويمنع هدف ثالث. رونالدو فايق، ابن جزيرة ماديرا فايق اليوم، فايق كروية، والرأسية من الدفاع تتحول تبقى هجمة مرتدة. يا ولد، مسعود أوزيل يمر بمهارة، أوزيل يقود الهجمة على الطريقة الألمانية في كأس العالم. أوزيل، وشوف كم لاعب، خمسة للريال، وهدف آخر يضيع، والحكم يحتسب الخطأ لرونالدو على 10 ياردات. طبعا نص ياردة تفرق في مكان مثل هذا المكان، أوزيل أم رونالدو؟ رونالدو، لكن الحائط البشر، وينظر للحكم رونالدو، تعود إلى مسعود في مكان رائع، ويريد أن يستغلوه وينشم في الحائط البشري، ترجع الثاني وتسديده، لكن كازياس، كازياس في المكان السليم تماما. يبدا هجمه، وليفانتي ب10 لاعبين كما قلت، لعب الى رونالدو، قد يكون دي ماريا بالفعل، هو دي ماريا، ادي دي ماريا بالفعل، استلم من لاس انخيل، يمر يا ولد، مهاره، وهذا الارجنتيني تابعوه. ادي الكره، مش ممكن، والهدف يضيع، هدف رائع يضيع من انخيل، هذا اللاعب تابعوه مع الريال هذا الموسم، تابعوه أو لمن كان يتابعه مع بنفيكا الموسم الماضي، وقبل ذلك طبعا مع روزاريو، كان بيقدم لمحات مهارية رائعة، ويمكن ما فعله في لقاء إشبيليا والهدف الرائع اللي من 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 خرم إبرة. دربه مورينيو، دربه مع تشيلسي، وأيضا لعب ضد كريستيانو رونالدو لما كان كريستيانو في مانشستر
ادي غلطه 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 وكريم بنزيما ينفرد والثالث الثالث لكريم للبنز. البنز يتالق في هذه المباراه ويكفر عن خطأه في إهدار الفرصة الأولى السهلة في الدقيقة الثانية، يكفر عن هذا الخطأ بهدفين يصالح الجمهور يسعد الحضور، وبنزيما يسجل هدفه الثاني والثالث للريال في الدقيقة 31. 3-0 وأخطاء دفاعية رهيبة جدا لدفاع ليفانتي، يخطئ هذه المرة الظهير الأيمن سيرا، وهدية لكريم، هدية الكريم يمر من منوة، ورغم ان الموقف او الزاوية تصعبت نوعا ما لكنه يضع باطن القدم روعة روعة كريم بنزيما، وهدف ثالث للردة. دائما الونسو مع ليفربول، كرة كريم بنزيما ضاعت، لكن هناك تسلل على كريم، ضاعت فرصة لا تضيع، تسديدة قوية جدا من مسافة قريبة جدا، ولكن منوع يحافظ على نظافة شباكه، تسديدة جرانيرو، وبالفعل كريم بنزيما متسلل، يعني حتى ان الكرة ضاعت لكن هو كان متسلل بالفعل من البداية. في الجبهة اليسرى يقترب دي ماريا، لكن ما زالت مع مسعود، يمررها بالفعل الارجنتيني، يمر بمهارة وعرضية الكرة، لكن في ضربة ركنية، روبوستي ميكيل روبوستي وبنزيما والكرة المشتركة، ويحتسبها حكم اللقاء، ضربة ركنية للريال. الريال يبحث عن هدف رابع ليكون ختام رائع لهذا الشوط اللي أبدع فيه لاعب الريال، وسجلوا ثلاثية حتى الآن، وما زلنا في شوط كما قلت شهد جدية كبيرة. بنزيما يريد الرابع، بنزيما يريد الرابع، الرابع، وشارك كريستيانو في المهرجان. كريستيانو هداف زمانه، كريستيانو دو سانتوس افييرو، وهو ما فيش غيره، كريستيانو يصنع يسجل يفعل كل شيء، رونالدو الرابع للريال، الرابع في هذا الشوط الرائع. 4-0 للريال، مهرجان اهداف على شرف ليفانتي في هذا الشوط، وما زال امامنا 45 دقيقة اخرى في الشوط الثاني. وكما قلت اكبر مش ممكن، اخطاء دفاعيه بدائيه لمدافعي ليفانتي، اخطاء دفاعيه ساذجه جدا، ولا يوجد تسلل في تمريره بنزيما لرونالدو، هديه من بنزيما لرونالدو، كما اهدى له كريستيانو كوره في بدايه المباراه، يرد بنزيما الهديه ورونالدو يقبل الهديه ويسجل الرابع. اخطاء دفاعيه كثيره جدا اول، وما زال امامنا شوط كامل في هذا